وللحديث أكثر عن تهديد الصدر للثورة والثوار في مسعى لإنهاء التظاهرات ومآلات ذلك على الحراك الثوري في العراق، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من بغداد عضو اللجنة المنظمة لثورة تشرين السيد علي عزيز. سيد علي، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا. زعيم التيار الصدري إذن يهدد المتظاهرين في العراق في بيان له بنهاية السلم الأهلي. بداية، كيف تقرأ هذه التهديدات التي أطلقها مقتدى الصدر للثورة والثوار وخاصة في هذا التوقيت؟ طبعا مقتدى الصدر يعرف أنه نفس شخصيته، هذا الإنسان، هذا الرجل الذي يعني لم يتردد في يوم من الأيام بقتل العراقيين، لم يتردد بتأسيس وتشكيل الميليشيات والعصابات، سواء اللي ابتدت من جيش المهدي وحاليا اللي هي آخرها القبعات الزرق. هذا الرجل رجل مريض نفسي، هذا الرجل هو دمر العراق. اليوم الميزانية الخاوية للعراق هي طبعا هو جزء أساسي بسرقة هذه الميزانيات المتعاقبة من 2003 لحد اليوم. هذا الرجل هو ساهم بصنع وتأسيس وتشكيل كل الحكومات المتعاقبة من 2003 ولغاية الآن، هو وأتباعه وميليشياته والقيادات اللي قادت جيش المهدي، ومن ثم سموهم تيار سياسي. وأنا أتعجب، يعني هي ميليشيا بدأت بميليشيا ومن ثم نتفاجأ بوجود تيار سياسي يمثل كما يقال اليوم سائرون. هذا الرجل هو عمره يعني ما ادخر جهد من أجل قتل الشعب العراقي. يعني إحنا اليوم كمتظاهرين من 21 لحد اليوم، احنا بالنسبة ان اكثر القتلى اللي عندنا من شهداء الابطال، نعم، هم يا اما على يد قوات الحكومة، قوات مكافحة الشغب، او الميليشيات المنفلتة اللي هي هذه ميليشيا، نعم، القبعات الزرق هي من تقودها وهي من تحرك. نعم. طيب استاذ علي، المعلومات تفيد ان هناك ما يقارب من 200 عنصر من عناصر ميليشيا مقتدى الصدر برداء مدني اندست بين المتظاهرين في اليومين الاخيرين. ما الغرض من الدفع بتلك العناصر بين الثور؟ هل تعتقدون انه سيبدا فعليا بهذه الخطه؟ نعم نعم نعم، هذا الشيء هو نفذه منذ اشهر، يعني قبل تولي محمد توفيق علاوي نفذه ويانا بساحه التحرير، ونشاهد احنا يوم اول امس هذا الشيء، نفذ كذلك بالنجف. يعني بالنجف نتفاجأ بوجود العديد من الأشخاص الذين لم نراهم أبدا ولا يوم نراهم أطلاقا، قاموا بالتخريب وقاموا بالاعتداء. يعني الغرض من هذا هي الإساءة إلى الثوار وتشويه سمعة الثورة العراقية، هاي الثورة السلمية، الثورة البيضاء، الثورة النظيفة. هذا الشخص يريد يشوه سمعة الثورة، لأن يعني الثورة اليوم. وعليه كيف تتعاملون في اللجنة المنظمة للثورة وعموم الثوار في المحافظات مع هذا الأمر؟ إحنا اليوم كل إنسان هو ضد الثورة هذا نعتبره عدو للعراق. هذا الإنسان اللي قتل وأزهق الروح العراقية لابد أن يحاسب وأن يحاكم، ونحن نتفاجأ من هذا الشخص. يعني لحد الآن عائلته وكبار عائلته ومشايخه وأسياده ما شفنا طلع واحد استنكر وأدان عمل ابنهم. يا اخي هذا الابن اللي يطلع على شاشات التلفزه ويقول انا جريت اذن المتظاهرين، وهذه جره الاذن سببت استشهاد العشرات من المتظاهرين. يعني لا الدوله تقدر توقف عند حده، لا عشيرته تقدر توقف عند حده، فاذا المتظاهرين راح يوقفوا عند حده. نعم. هل هذه التهديدات يمكن ان تثني المتظاهرين عن الاستمرار في ثورتهم لتحقيق المطالب، لا سيما بعد ذلك المقطع المصور الذي اعترف فيه الضابط بشأن مجزرة الناصرية، وهم لا يخشون العقاب كما تعرفون أستاذ علي؟ نعم نعم، هم لا يخشون العقاب لأنهم عصابات منظمة. يا أخي هذه العصابات اللي تغطيها حكومة رسمية وتقطن المنطقة الخضراء، فلذلك أكيد ما يخافون. يعني فهاي العصابات، يعني هو يعني اذا هم بالنسبه لهم امنوا من ناحيه العقاب فاكيد راح يفعلون كل شيء. هؤلاء الاشخاص اليوم احنا بالنسبه لنا كعراقيين املنا الوحيد بانتصار هذه الثوره المباركه، ثوره تشرين، وبعد الانتصار راح يتم تشكيل محاكم وفق القانون العراقي النزيه النظيف الاصيل، وبرعايه قضاة يعني معروفين بنزاهتهم وعفتهم وكفاءتهم. سنحاكم هؤلاء القادة ابتداء من المجرم الأول وانتهاء إلى آخر ذنب من أذنابهم. نعم. أخيرا، ما رسالتكم التي توجهونها كثوار لمقتدى الصدر ردا على هذه التهديدات؟ نقول له إلزم حدك، والثوار خط أحمر،
انت قبل كنت تتكلم بقوه ميليشياتك المسلحه، اليوم العراق وضع القدم على الطريق الصحيح بتنظيف البلد من الميليشيات، وابتداء بميليشياتك انت، علما ان كل الميليشيات المتتاليه هي نبعت من تحت عباءتك، وكل قادتها هم كانوا تلاميذك انت في جيش المهدي. احترم نفسك واحفظ ماء وجهك، وكفاك تتفوه باي حماقه تخص اصغر متظاهر بالعراق، فاصغر متظاهر بالعراق انت لا تساوي شعره من شعر راسي الطاهر. شكرا لك سيد علي عزيز، عضو اللجنه المنظمه لثوره تشرين.